الو حفيظه. وي كنسمعك لاله سناء. تفضلي. مرحبا بك طول عمرك. الله يبارك فيك. عندنا في هاد الطرطات فيها حتى هي بارده. حنا كنمشيو غير داكشي ساهل. اييه. عندنا 250 غرام ديال داك البسكوي اللي شوكولا فيه واحد لاكريم بيضاء من الوسط. اييه. عرفتي؟ ولكن كي كيبغي البيضات كيديروا في الحليب هكا تيكون فيه الكريمه ديال الفانيا وهو كله تيكون كله اسود وفوسط منه ديك الكريمه حتى حنا كيعجبنا ما جاش فعلا هادشي اللي كاين دابا تبارك الله بزاف اللي كيديروا في لي تشيز كيك في لي ديسير يعني تبارك الله خدموا به بزاف كيجي كقاعده زوين كيجي بنين واخا عندنا في المقادير ربعه منه هي 8 ديال الباكيات ديال 2 دراهم. اييه وفرتي علينا الله يعطيك الصحه. الله يطول عمرك. 8 الباكيات اييه. 8 الباكيات ديال 2 دراهم كنطحنوها مزيان وكنزيدوا لها اما 100 غرام ديال الزبده الممتازه تتكون مذوبه ولا كنزيدوا لها 90 غرام داك الياغورت ديال كراميل ولا الشوكولا اللي كيدير 2 دراهم ونص. غير واحد ياك؟ 90 غرام منه 90 غرام واخا كنجمعوه وكنلبسوه للمول ديال الساقطه او المول اللي جبنا يكون طويل ومهم غير المول ديال الساقطه كيجينا فيه مجموع ايه كنقبطوا واحد العلبه ديال الشوكولاته كدير 5 دراهم ولا 6 دراهم قديمه وكانوا فيها اللوز الباكيه ديال الشوكولات الباكيه ديال الشوكولات كيكون فيها تختار المهم السيده باكيه ديال الشوكولا زوينه وكيكون فيها المهم انت كديري درتيها بهادي وجات مزيانه جات زوينه هيك هذيك اللي كيجينا من الشمال في يامات ياك هذاك هو هذاك القديم اللي كنا كيجينا هذاك كناخذوا واحد القطعه كناخذوا علبه منه وكنهرسوها وكنعاودوا ندقدقوها بديك القراده ديال القطب والمعدنوس باش كتجينا قطع صغيره كنرشوها فوق هاد فوق هاد البسكوي كناخدو عاوتاني 5 دراهم ديال الكركاع كنصهطوه شي شويه حتى هو كنقطعوه قطع صغيره وكنديروه حتى هو فوق من هاد الشوكولا كندخلوها للثلاجه تشد راسها شويه كناخدو علبه ديال الاناناس معلب او الفخاز موجود دابا او الخوخ كناخدو منه رابعه كنديروها في الخلاط الكهربائي كنزيد لها نسيترو ديال الحليب وجوج فلون ديال الفخاز 5 د المعالق كبار سنيده 3 د المعالق كبار ديال النشا كنخلطوا هذا الشيء كله في هذا الخلاط وكنديروه في اون كاسول وكنديروه فوق النار يغلى واخا عاودي لنا هذا الاخر هذا الفواكه اللي عندنا ياك عندنا كناخذوا دونك الطبقه الاولى حنا درناها ديال اللي مكونه من البسكوي داك الشوكولا والكركاع كندوزوا للطبقه الثانيه كناخذوا علبة الاناناس معلب او الخوخ ودابا موجود الفخاز يعني اللي بغينا نديرو كناخدو من هادو رابعة كنديروها في الخلاط الكهربائي كنزيدو لها سيترو ديال الحليب بارد جوج فلون فخاز 5 د المعالق كبار سنيدة 3 د المعالق كبار ديال النشا هادشي كله كنخلطوه في داك الخلاط الكهربائي وكنديروه في كاسرونه وكنديروه فوق النار يغلى راه ما كيختارش غير كيغلى من بعد كنصبوه هو سخون على ديك الطبقه الاولى ديال البسكوي اللي عندنا كندخلوها للمجمد تجمد ولا غير الا ما كناش مزروبين كنديروها غير في يعني في الثلاجه عاديه حتى تجمد تشد راسها من بعد كندوزو للطبقه الثالثه كناخدو عاوتاني فيها السترو ديال الحليب واحد فلان ديال الشوكولات 5 د المعالق كبار ديال سنيده 3 د المعالق كبار ديال النشا كنديروا كلشي فوق النار يغلى كناخذوا في هذه الطبقه قلنا نسيطرو ديال الحليب واحد فلان شوكولا 5 د المعالق كبار سنيده 3 د المعالق كبار نشا كنديروها فوق النار حتى تتغلى ملي كتغلى باش كنزيدو نبننوها خارج النار كنزيدو 100 غرام ديال الزبده الممتازه ديال الاكل و100 غرام ديال الشوكولا غيش كنحركو حتى تيدوب خارج النار وهادشي كنصبو عاوتاني فوق الطبقه الاولى عندنا اللي درنا ديال سطر الحليب والفلان فخيز ايوا واخا هاد الطبقه كهاد الطبقه الاخيره كتحتاج انها تجمد مزيان باش الكلاصاج الفوقاني كيجينا زوين ملي كتجمد لنا مزيان كناخدو كاس الارب ديال داك السيرو ديال الرمان الاحمر كناخدو منو كاس الارب كنزيدو له واحد فلون العادي ديال الشينوا ديال درهم كاس الماء ديال العنبه 4 المعالق كبار سنيده معلقه اونص ديال النشا
هذا الكلاصاج الفوقاني كناخذوا كاس لارب ديال السيرو درمان احمر، واحد فلان ديال الشينوا ديال درهم، كاس الماء عنبة، 4 معالق كبار ديال سنيده، معلقه ونص ديال النشا. هادشي كله كنوضعوه فوق النار حتى تيغلى، وكنزيدوه مباشره على ديك الطبقه اللي خصها تكون جامده، وكنديروها ليله كامله تبات في الثلاجه. من بعد الفينيسيون ولا الزين، راه كاينين ديساغ اللي كيتباعوا ديال موتيف ديال الشوكولا كنديروهم في الجوانب، ولا بحال ديك اللي دابا نحط الصوره في العشيه بحال اللي صرفت لك. اييه الحمراء جات تبارك الله، هذاك الكلاصاج باين يعني ملمع و هاد المكونات اللي عطيتينا يعني متوفرين وساهلين. الله يعطيك الصحه. ساهلين اه. هادي نيت بغات السيده ديرها لكم طارت ديال راس العام وتكتبي عليها حتى هي راس العام. فعلا اييه. بغات دير دوك لي موتيف اللي درت تاخذ، كاينين هما اللي كيتباعوا ترونسفير شوكولا، الا ما يعني ما عندهاش تقبض غير واحد الورق ديال السولفيليزي ودير الشوكولا دايبه دايبه بيضاء وديرها في واحد البلاستيكه، وداك الورق السولفيليزي ترسم فيه واحد الدائره صغيره. ايه دير فوق منها دائره كبر منها غير بالستيلو، وفوق منها كبر وفوق منها كبر، وكتجي هي بداك الشوكولا كتمشي مع داك ديك الدائره اللي رسمات. ايه دونك مي كينشفنا الشوكولا كيخرجوا عندها دوائر. كتخرج تدير ديك الدائره الصغيره فوق الحلوه، عاوتاني فوق منها الاخرى ساكل ساكل باش كتجي ديك الدوائر كلها فوق الحلوه وكتجي مزاونه. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. باقي